وما ادري ايش قد راح يكون العدد، الرجاء واضح سحبت الان، ما ادري ايش قد راح يكون العدد، 10 20 15 8 7 سحبت الان. لما سحبت هذا العدد واضح؟ هذا العدد الان طلع، ابدي احسب 1 2 3 4 5 6 7 8، ما يصير بعد اكثر من 8، واضح؟ اقصى شيء، لان الخيره تفاصيلها 8 خرزات، بيها التفاصيل على العدد 8، اما اكثر من العدد 8 تحسب 9، وما بيها ما التفاصيل 9، هي تنطيك تفاصيل ما 8 خرزات، لما وصلنا للثمانيه واضح ان شاء الله شنو نرجع؟ نرجع ايها الاحبه نحسب من جديد، لانه الكثير من اخوتنا سالوا، حسبنا من جديد 1 2 3 4 5 6، زيد بقى 7، خلاص انتهن الخرزات، اذا الخرزات كان عددهم 15 خرزه، الثمانيه هي تفاصيلها بالثمانيه، واضح؟ سحبت الثمانيه، ايش قد بقى عندي؟ بقى عندي 7، ناتي اذا بقى 7، خلينا نجي اذا بقى 8، خلينا نجي اذا بقى 8، اذا بقى 8 نهي قاطع عن العمل، العمل هذا كلش مو زين ويجب الابتعاد عنه وعدم الاقتراب وعدم التفكير في الاقتراب منه. واضح اذا بقى 8، اذا بقى 7، خلينا نفرض بقى 7، واضح ان شاء الله؟ هنا فيها تعب او ملامه، يعني شنو تعب؟ يعني تعب الله يقول فيها تعب، مو قسم من اخوتنا من ياخذ خيره واقلب يتعب يقول لي ما يخالف انا اتحمل التعب، لا تعب بلا نتيجه، تعب تعب الله يقول هذا تعب، عند الله تعب، مو عند البشر، عند الله يقول تتعب ولا تصل فيه الى نتيجه، بقى 6، 6 خرزات بقى. حسنة كاملة تحب العجلة ومجربة هذه، واضح؟ لما تحب العجلة فعلا استعجل بالأمر وإن شاء الله تجد فيه الخير الكثير. وواحد من أخوتنا جزاه الله خير اتصل فعلا وأخذنا الخيرة وطلعت تحب العجلة، ويوم ثاني ذهب إلى ذلك الأمر ولله الحمد، هو الشخص الوحيد الذي حصل عليه، لأن بقية الأخوة كانوا مترددين، لكن هو الشخص الوحيد اللي حصل على ما أراد، واضح إن شاء الله؟ بقى 5، بقى 5 بها تعب أو ملامة أيضا، واضح؟ أذية شديدة. بقى 4، نهيين واضح إن شاء الله عن عدم الإتيان بذلك العمل، ابتعد، يقول لك ابتعد، لا تقترب، لا تورط بيتك، لا تورط نفسك، واضح إن شاء الله؟ بقى 3 مخيرة، ولكن مخيرة أنه تريد تعمل هذا العمل أو تريد تركه، ولكن الترك أولى، اترك هذا العمل أولى لك من أنه تقدم عليه. بقى 2، واضح 2 بقى خرستين، خرستين إذا بقى نهي واحد، إذا بقت خرزة حسنة بالجملة زينة، بس عندنا جيد وعندنا جيد جدا وعندنا ممتاز، الوحدة معناها جيد، يعني هذا أقدام على هذا العمل فيه خير، ولكن الخير الذي فيه مستوى جيد مو مستوى ممتاز، واضح إن شاء الله؟ إذا أيها الأحبة بقت خرزة واحدة، واضح؟ بقت خرزة واحدة خلينا نفرض، فايش راح يصير؟ إذا بقت خرزة واحدة معنى ذلك حسنة بالجملة، إذا مرة أخرى أيها الأحبة نعيدها، بقت خرزة واحدة، واضح إن شاء الله بعد ما سحبنا وحسبنا 8، بقت خرزة واحدة حسنة بالجملة، يعني جيدة، يعني زينة، بقى 2 نهي واحد عن العمل وعدم الاقتراب إليه، بقى 3 واضح 3 خرزات مخيرة، شنو قلنا؟ وتركها أولى من الإتيان بها. بقى 4 نهيين عن الاتيان بذلك العمل، يعني ابتعد عن ذلك العمل بنهيين من قبل رب العزة. بقى 5 بها تعب أو ملامة، وتعب أو ملامة مو شخص يأتي ويقول لا تعب أنا أتحمله، لا تعب لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. بقى 6 خرزات أيها الأحبة تحب العجلة، أستعجل بالأمر، أخذت خيرة مباشرة أتوجه إلى ما أخذت عليه خيرة. بقى 7 أيها الأحبة فيها تعب أو ملامة. بقى 8 أيها الأحبة 4 مرات نهي عن الإتيان بذلك العمل، يعني نهي قاطع بتعبيرنا، نهي قاطع، واضح إن شاء الله؟ بعد مسألة أخرى، أنا سحبت هذا العدد اللي سحبته، خلنا نفرض 2 4 6 8، هالمرة شو أسوي؟ نهي قاطع عن العمل. اسحبت وبقى واضح طلع لي هذا العدد، نوبات يجي هذا العدد 7،
نبات يجي ستة بيدي ونبات يجي عدد هواي. خلنا نفرض خسالي يعني قسم من الأخوة يقول نبات يجي هواي خلازم إيدي. خلنا نفرض هالقد عدد، أبدي أحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 خلاص أرجع من مرة ثانية أحسب 8 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد به 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 بما أنه 8 وخلصنا الخرز بعد ما عدنا. إذا نهي قاطع عن الإتيان بذلك العمل. واضح أحبائي؟ إذا خيرة مجربة لرفع كل حيرة، لأن الخيرة عند الحيرة أيها الأحبة. فنتوجه إلى الله بتلك القلوب، وهذه خيرة خير أولياء الآن الموجود على وجه الأرض، هذه حجة خيرة حجة الله على العالمين. واضح إن شاء الله. نسأله تعالى أنه يبصرنا بأمورنا نحن وإياكم، وأن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين. صلي وسلم.